وسؤال من ضمن أسئلة كثيرة سبق أن أجيب على بعضها. ما حكم التي تقص من شعرها من عند ناصيتها حتى تجعله عند الحواجب؟ وهل فيه فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ قص الشعر ما له شيء الذي على الحظ، مثلا أنت عن قراءتها لا تقص من طولك أو من كثرتك فلا نعلم فيه بأسا، لكن ينبغي يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضاها زوجها وتتفق عليها مع زوجها، من غير أن يكون لقصد تشبه بالكافرات بل لقصد شيء يرضيه بما بينهم، فلا نعلم فيه شيئا. وقد قصة أمهات المؤمنين بشعورهن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقاها طويلة في كلفة في المشق والتعب، فإذا كان كثيرا وقصة المرأة بعض الشيء لطوله وكثرته فلا يضر ذلك، لكن يخشى من ذلك التشبه بناس كافرات، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقصد المرأة تشبه بطائفة كافرة أو امرأة كافرة، أما إذا فعلت ذلك لكثرته أو لأن في قصد بعضه جمالا يرضاه زوجها وترضاه هي فلا نعلم في شيئا. أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض. ما يعرف بشعر البطن ما أعرف الشيء اللي غير الحاجبين وشعر الوجه.